أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل، حيث عقد النادي الأهلي ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مهرجان اعتزال حسام غالي كابتن الفريق. وحضر المؤتمر خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي وعبد العزيز عبد الشافي عضو لجنة الكرة والمدير الرياضي للنادي، كذلك أيضا حسام البدري المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وكذلك مينا عاطف ممثل الشركة المنظمة للمهرجان. ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى الإمارات يوم 9 مايو المقبل على أن تقيم في دبي، على أن تتوجه البعثة إلى مدينة العين يوم اللقاء الموافق 11 مايو، والذي سيواجه فيه الأهلي فريق أياكس أمستردام الهولندي. ولمتابعة بعض ردود الأفعال تجاه قرار اعتزال حسام غالي نتابع في التقرير التالي. أقول له طبعا بالتوفيق يعني في حياتك اللي جاية، يمكن على مستوى الكرة كنت نجم وحاجة مشرفة جدا على المستوى الفني إن شاء الله الرحمن، أنا متأكد إن أنت كمان على المستوى العملي والمهني إن شاء الله الرحمن هتبقى حاجة كويسة جدا. بقول يمكن النادي الأهلي من الأندية الحريصة جدا على تقدير أبنائها والحفاظ عليهم، وخصوصا إن أنت كمان ما بتصادفش كل فترة زمنية، مش كل يوم بتقابل حد عنده المواصفات ديت يعني، فبالتوفيق لحسام وهو يسأل كل خير يعني. متأكد كمان من خلال تنظيمه والتواجد والجماهيري أتمنى يكون كبير جدا جدا في هزاع بن زايد إن شاء الله الرحمن في يوم 11 مايو بإذن الله. جماهير النادي الأهلي عارفة كويس قوي دورها وعارفة كويس قوي إيه اللي بتعمله في مساندة الفرقة والنادي بشكل عام يعني، فأنا عارف كويس جدا جدا دورهم يعني. حسام غالي على قد ما إحنا بنقول إحنا سعداء بإن إحنا بنحضر مهرجان وتكريم اعتزال حسام غالي، على قد ما إحنا زعلانين إنه هيسيب الملاعب. حسام كان لسه عنده كتير وعنده عطاء كتير داخل الملعب. حسام غالي إدى كتير للنادي الأهلي، ساهم في إنجازات كبيرة جدا للنادي الأهلي. بطولات النادي الأهلي دي ما تحققتش من الفراغ من حسام غالي وبقية المنظومة، بس حسام كان وصل إلى قائد الفريق. قائد الفريق ده ما بيصلش دي إلا من هو أعطى ومن هو على قدر من القيادة والنجومية والشخصية وكل حاجة تؤهله أن يبقى قائد الفريق. حسام غالي نشأ جوه النادي الأهلي، تاريخ طويل مع النادي الأهلي، حتى لما اعتزل لما احترف خارج مصر كان حسام غالي متواجد، اجازاته في مصر كان بيجي يتمرن في النادي على تواصل مع النادي. لما طلب منه انه يعود للنادي الاهلي ويضحي بعقد احتراف في خارج مصر رجع. وطبعا حسام قيمه كبيره، وانا شايف ان شاء الله ان هو هيدي كتير بعد اعتزاله خارج المستطيل الاخضر. قد يكون هو طالب جزء من الراحة، إنما أنا عارف إن هو مش هيطول. هو حسام غيور على إنه لازم يبقى في هذا المجال يعني. حسام غالي لما يعتزل لازم يكون ليه مهرجان يليق بقيمة حسام غالي، وبقول زي ما بقول إن إحنا نفسنا بقى تعود هذه المهرجانات، تعود هذه المباريات اللي هي بتمتع جمهور مش نادي الأهلي بس جمهور مصر، بترجع ذكرياتنا مع اعتزال النجوم الكبار ورموز الكرة المصرية زي كابتن الخطيب، بتخلينا نقول ده ذكرى بتفضل مدى الحياة لهذا الرمز أو هذا اللاعب الفز. فإن شاء الله كده يبقى تبقى بداية لعودة المهرجانات دي. احنا بنقول كل سنة وكل جماهير الأهلي وأعضاء النادي الأهلي ومحبي النادي الأهلي مش في مصر بس، في على كل مستوى العالم بخير، وفي كل سنة من سنة لسنة إنجاز. السنة اللي فاتت كان 39 دوري، السنة دي 40 دوري، وإن شاء الله يكون فيها كاس وكاس أفريقيا، بتزيد من أرقام قياسية، بتزيد من إنجازات، بتزيد من دولاب بطولات مش موجود في أي حتة في العالم. نأمل أن يعود لينا لقب الأكثر تتويجا لأنه كان في إيدينا، وإن شاء الله بإذن الله إحنا بنوعد كل من هو محب ومنتمي النادي الأهلي إلى مزيد من البطولات. إحنا لسه امبارح حققنا بطولة كرة اليد أفريقية رجال، حققنا رجال وسيدات كرة طائرة أفريقية، عندنا مشوار بنبتديه في البطولة الأفريقية كرة القدم. إن شاء الله كده نأمل إن البطولات دي تزيد ونمتع بيها محبي النادي الأهلي إن شاء الله.
السلام عليكم جميعا. اولا بشكركم جميعا على الحضور الجميل ده، واللي انا شايف ان هو يتناسب مع حجم النادي اللي احنا بنحتفي بيه النهارده. عايز اقول ان في نمو كبير جدا شرفت بتمثيل النادي الاهلي ويساهم في البطولات على مدار تاريخه، بس القليل منهم اللي هو يعني ينتصف مدى الحياه بالنسبه له بصبغه النادي الاهلي. ومن هؤلاء النجم الكبير حسام غالي احنا بنحتفل بيه النهارده، ويمكن في صفات كثيره جدا بتبقى موجوده بالنسبه للنجوم، الا ان في صفه مهمه قوي بتبقى موجوده في بعض النجوم اللي هم الابرز، الشخصيه بتاعت حسام غالي شخصيه راقيه كانسان، شخصيه فيها قياده، شخصيه فيها قدره على ان هي تعبر عن نفسها بشكل جيد سواء فنيا او اخلاقيا او سلوكيا او رياضيا. النهارده انا بعتبر الحياه كلها عباره عن محطات بتبدا ومحطات بتنتهي. محطه بتنتهي بيه كلاعب النهارده، ولكن بتبدا بيه ان شاء الله في مجالات اخرى حسب رغباته وحسب استعداداته وحسب اتجاهاته وحسب ما يهدف اليه في ان شاء الله في المستقبل، سواء في الناحيه الرياضيه او في الناحيه الخاصه به في الحياه العامه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوفق في اقامه مهرجان يتناسب مع حجمه ومع اسمه مع عطائه كبير جدا للنادي الاهلي، ودي اعتقد من احد السمات اللي النادي الاهلي بيتميز بيها في علاقته بنجومه، عمليه التقدير وعمليه الاحتفال بيهم في كل المواقف اللي بيمروا بيها على مدار حياته. بشكر الاعلاميين اللي هم ساهموا في ابراز النجوميه، لان النجوميه مستويات، واعتقد ان حسام غالي خد حقه كويس قوي من الاعلاميين، لذلك بقول لهم الشكر، لان الاعلام هو اللي بيقدر يعكس شكل النجوميه للمتفرج وللناس كلها. بشكر حسام غالي على كل اللي قدمه للنادي الاهلي، وبشكره على مشواره الطويل اللي اداه في الملاعب، وبشكر الشركه الراعيه لهذا المهرجان الاستاذ مينا نجيب، اللي الحقيقه بيبذل مجهود كبير جدا، واللي كان ليه برضه قبل كده سابقه اعمال مع النادي الاهلي. وفي الاخر وفي الاول بتمنى التوفيق ان شاء الله لكل نجوم النادي الاهلي، واتمنى لحسام بشكل شخصي انه يوفق باذن الله في حياته المستقبليه باذن الله. يمكن انا كلامي عن حسام غالي هيبقى مختلف شويه، لان كلنا الموجودين هنا عشنا فتره طويله جدا حسام غالي وحوالين حسام غالي، لكن انا طبعا يمكن عشت حسام غالي على ارض الواقع لفتره طويله جدا، وهو صغير وهو بيبدا مشواره الفني، وشفته في فترات بدايته فترات نضوجه. واقدر اقول ان اي مدرب بيتمنى ان يكون معاه لاعب زي حسام غالي. صفات كثيره جدا يتصف بيها، ايجابيه ليه كلاعب بشكل فردي للمجموعه اللي بيشتغل معاه بشكل جماعي، فبتساعد اي مدرب بشكل كبير جدا على روح معينه اعتقد ان احنا بنبقى محتاجينها في النادي الاهلي، وهي روح البطوله اللي احنا طبعا متربيين عليها ولازم تبقى موجوده عند اي لاعب موجود في النادي الاهلي. علشان كده بقول يمكن حسام غالي، لو صنفنا حسام غالي بقول النادي الاهلي فيه لعيبه كتير جدا جد على مدار التاريخ الطويل طويل التاريخ المشرف بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اقدر احط على قمه الهرم اللي فيه اللعيبه المميزه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. فحسام غالي طبعا بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه، لانه ادى النادي الاهلي طبعا وحقق بطولات كتيره جدا. زي ما انا بقول كمدرب عشت معاه فتره طويله جدا، بقول ان هو لاعب مميز وفعلا قدر يعمل تاريخ لنفسه، وعشان كده يستحق هذا التكريم الشكر اللي يليق بيه. وفي نفس الوقت اعتقد ان كلنا بنتفق ان شاء الله نتمنى ان الاحتفال باذن الله، وانا متاكد يليق باسم حسام غالي، وبتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في حياته اللي جايه. كل التوفيق ليك يا حسام.
وجه حسام غالي كابتن النادي الأهلي الشكر إلى مجلس إدارة النادي لحرصه على تنظيم مهرجان اعتزاله لكرة القدم يوم 11 مايو القادم، لافتا إلى أنه قضى معظم فترات حياته داخل جدران القلعة الحمراء، وإنه لا يمكن لأي تصريح بعد هذا المشوار الطويل أن ينفي النادي الأهلي حقه. ولم يستطع اللاعب أن يتماسك نفسه خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، وأكد باكيا على أن علاقته بجماهير ومسؤولي النادي الأهلي أهم إنجازاته سواء داخل مصر أو خارجها. وفي التقرير التالي نتابع تصريحات حسام غالي. كان يوم ولابد منه، يعني كل بداية لازم يكون ليها نهاية يعني. فأنا الحمد لله يعني سعيد باللي أنا أنجزته وقضيته في مسيرتي تقريبا 18 سنة لعيب محترف. شرفت أني طبعا مثلت النادي الأهلي، أكتر جزء في مسيرتي كانت جوه النادي الأهلي، ده كان شرف ليا. أتمنى أن أكون يعني أضفت حاجة أو حطيت جزء من التاريخ الكبير للأهلي، أضفت عليه حاجة يعني. فأتمنى التوفيق دايما لزمايلي والجمهور للأهلي ومجلس الإدارة، ومزيد يا رب إن شاء الله من التوفيق. طبعا قرار صعب جدا، خصوصا مع واحد زي يعني واحد كان حياته كلها للكورة يعني، سواء جوه الملعب أو بره الملعب. لكن لازم لابد من تاخد قرار، وتاخد قرار في وقت مناسب وبإرادتك انت شخصيا. انا قلت في المؤتمر ان انا خدت القرار ده عشان دماغي خلاص عايز ارتاح يعني. تحملت ضغوطات كتير، وتحملت ان الاهلي ما بيقبلش، او اللي بيلعب في الاهلي جمهوره ما بيقبلش بتسعة من عشرة، دايما عايز العشرة من عشرة او اكتر من عشرة من عشرة، عايز دايما اللعيب بتاعه فورما، عايز دايما المكسب، عايز دايما بطولات. فدي اكبر حاجة صعبة في الكورة يعني، فدي بتحط ضغوطات على اللعيب مهولة. ما بالك انت كابتن فريق ومش شايل هم نفسك بس شايل هم فريق، فالحاجات دي بتحط لود اكتر عليك. فكان الوقت المناسب خلاص ان انا دماغي زي ما قلت في المؤتمر عايز ارتاح يعني بدنيا ممكن ابقى قادر، جسمي قادر لسه، فنيا قادر، لكن هو الجزء المهم هو الدماغ يعني، اللي هي بتدي اشارات للحاجات دي كلها انها تتحرك. فما الدماغ خلاص تتعب ومش قادر خلاص تاني تبقى رايح للتمرين لسه برضو عارف، لو طمعه ده رايح شويه في البيت فاهم الحاجات دي، تاخد راحة، تبقى انت عايز، لانك بتحب التمرين جدا ده معروف عنك. وبنزل التمرين بدي برضو كل حاجة في اللي جوايا، بس ما الدماغ تفصل لازم خلاص تديها راحتها بقى، خلاص انت تفصل عن الكورة خالص وتبعد، وبعد تفكر في مجال تاني تاخده بعد الكورة يعني. فده كان القرار جاي من بناء على عن الاحساس ده يعني. وطبعا حاجه برضو اسريه، ان ما بقعدش مع عيلتي كتير خالص، انت عارف انت برضو جوه النادي الاهلي بتطلع معسكرات، وشايف ان حياه لعيب الكوره في النادي الاهلي كل يوم يومين معسكر، فانت بره البيت طول الوقت، تمارين طول الوقت، معسكرات طول الوقت، انت في الاعياد مش موجود، في رمضان مش موجود، اجازات رسميه مش موجود. فده برضو جزء من اللي خلانا ناخد القرار يعني. ماتش الترجي في رادس كان، وانك تاخد بطولة افريقيا بره ارضك ومن فريق بحجم الترجي ده، كانت حاجة كبيرة وغالية جدا علينا، خاصة ان ما كانش فيه مسابقة، انت ما كانش بتلعب دوري، وما كانش فيه اي ماتشات بتاخدها، انت بس بتلعب ماتشات ودية جوه مصر وبتلعب بطولة افريقيا. فانك تاخد البطولة دي برضو حاجة كانت غالية جدا. في بطولة دوري برضو كنا كابتن مستر مانويل جوزيه تولى المهمة بعد كابتن حسام بدري في موسم من المواسم، وكنا متأخرين على الزمالك حوالي 8 نقط او 11 نقطة حاجة كده، وقدرنا ناخد الدوري ده، برضو كان دوري جميل. ماتش السوبر بتاع الزمالك في العين ده برضو كان حاجة بالنسبة لي غالية جدا،
عشان الزمالك كان واخد مننا بطولتين دوري وكاس، وكان جمهور الاهلي في حاله يعني اول مره اشوفه فيها، فكان لازم الماتش ده يخلص بفوزنا الاهلي، وده كان يعني قرار اخده كل اللي كان موجود في الفتره دي واللعيبه اللي كانت موجوده، وقدرنا نكسب الماتش وخدنا البطوله. كان برضو بطوله غاليه، بس في بطولات كتيره تانية بقى يعني القرار موجود طبعا، بس بقول لك ارتاح شويه برضو، ااكد موضوع القرار ده، تبعد شويه، تفصل عن الكوره وبعد كده تشوف انت ميال فين، دماغك واخدك لغايه فين. طب انت دماغك واخدك لغايه فين؟ انا قلت ان شاء الله تبقى اداره يعني، بس بقول لك الراحه والبعد هو ياكد الموضوع ده ان شاء الله. اقول لهم شكرا على دعمكم ليا وايمانكم بيا الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني ارتباطي بيكم يا رب ان شاء الله يبقى دايم. دي احلى حاجه حصلت لي في مشواري الكروي، ان بقى مرتبط بالجمهور بالارتباط ده. مستنيكم ان شاء الله تشرفوني برضو في 11 مايو، ماتش من غيركم مش هيبقى ليه طعم. اتمنى حضور جماهيري كويس، يبقى يوم وداع اتمنى يعني، وان شاء الله في اللي جاي الاهلي واللعيبه واداره يقدروا يبقوا على قد طموحاتكم ان شاء الله ويحققوا لكم علاقه قويه قوي مع جمهور النادي الاهلي. كابتن والله بشكر ربنا يعني، دي احلى حاجه حصلت لي في الكوره يعني، فان شاء الله اللي جاي بقى احسن ليكم، واللعيبه تقدر تفرحكم ومجلس الاداره يقدر يفرحكم في المشوار اللي جاي ان شاء الله. ما حدش بينجح لوحده، انتوا ساعدتوني كتير في اللي انا وصلت له ده، صبرتوا عليا ساعدتوني ودعمتوني، بشكركم وبتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بس برضو مدربين اللي اتدربت معهم في مسيرتي كلها، بدايه من النادي بيا بدات كوره فيه وانا عندي 8 سنين لغايه مراحل الناشئين كلها في النادي الاهلي من 14 سنه لغايه دلوقتي. المدربين اللي دربوني بره دربت مع اسماء كبيره يعني، فكله اكيد ساب بصمه في شخصيه حسام غالي، فبشكرهم كلهم على اللي قدموا ليا يعني. اتمنى لهم التوفيق طبعا، في روسيا بيمثلوا 105 مليون مصري، ربنا معاهم يوفقهم. انا اتوقع انه ان شاء الله نعدي الادوار التمهيديه وبعد كده نفكر في المراحل اللي بعد كده ان شاء الله، ربنا معاهم. نواثق في امكانيات اللعيبه جدا، جيل محترم، في لعيبه كتير على مستوى عالي ان شاء الله، ربنا يكرمهم ويفرحونا ويفرحوا المصريين كلهم. يدرس حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي اقامه معسكر مغلق لمده 48 ساعه قبل مباراه القمه المقبله امام الزمالك. ويحدد البدري اليوم في جلسته مع باقي اعضاء الجهاز الفني مساله خوض معسكر مغلق قبل القمه ب 48 ساعه او الاكتفاء بمعسكر ليله المباراه. هذا وقد استأنف الفريق تدريباته اليوم بدون راحه عقب الفوز على بتروجيت امس بهدفي سعد سمير ومروان محسن بالدوري العام. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن مباراة الزمالك المقرر مساء الخميس المقبل تحمل أهدافا كبيرة للاعبين والجهاز الفني، والجميع يهدف للفوز فيها وتحقيق الثلاث نقاط. وأضاف أن مباراة الزمالك تتلخص أهميتها في شقين، الأول كونها مباراة أمام منافس قوي، ودائما ما تشهد مباريات الفريقين ندية وحماس كبيرين ولا ترتبط بأي ظروف أخرى قبل أو بعد المباراة، مشيرا إلى أن الشق الآخر الذي يشير إلى أهمية اللقاء هو كونها أفضل استعداد وتجهيز لمباراتي الأسيوطي في كأس مصر والترجي في دوري أبطال إفريقيا. يحسم غدا الجهاز الفني للنادي الأهلي موقف المدافع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق من اللحاق بمباراة الزمالك المقبلة.
وقال خالد محمود طبيب الفريق إن معلول تعافى طبيا من الإصابة التي لحقت به مؤخرا خلال مشاركته مع منتخب تونس. وأوضح محمود أن اللاعب لم يشارك سوى في مران وحيد قبل لقاء بتروجيت الذي أقيم أمس في الدوري، ومن ثم فإن جاهزيته الطبية والبدنية بنسبة 100% سيحسمها الجهاز الفني بعد مران الغد. تعرض مروان محسن مهاجم النادي الأهلي لجرح قطعي في الساقة اليسرى أثناء مباراة الأهلي وبتروجيت التي شارك فيها بديلا للمغربي وليد أزارو بعد إصابته في نفس المباراة. وقال طبيب الفريق إن اللاعب لم يتعرض لأي إصابات عضلية أثناء اللقاء، وإن كل ما اشتكى منه بعد المباراة هو وجود جرح في الساق نتيجة إحدى الكرات المشتركة. وأضاف طبيب الأهلي أن إصابة مروان لن تتسبب في غيابه عن لقاء الزمالك المقبل والمحدد له الخميس القادم ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الممتاز. فيما صرح مروان إلى أن عودته للمشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة بشكل منتظم وعودة حساسية التهديف هي أكثر الأمور إيجابية التي خرج بها من المرحلة الماضية منذ عودته من الإصابة، مؤكداً أن هجوم الأهلي دائما بخير، والدليل في ذلك هو تربع الفريق على صدارة الأكثر تهديفا في الدوري العام. قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري تخصيص برنامج بدني مضاعف لصلاح محسن لاعب الفريق لتعويض غيابه عن التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية. ويسعى الجهاز الفني لتجهيز صلاح للدخول في الحسابات الفنية لمواجهة القمة المقبلة، وذلك من خلال برنامج بدني إضافي لتعويض غيابه بسبب ارتباطه بأداء امتحانات نهاية العام. يجري المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي أشعة على العضلة الخلفية اليوم الاثنين لتحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال خالد محمود طبيب الفريق الأول أن أزارو تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة بتروجيت في الدوري الممتاز أمس، وأضاف أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي والاطلاع على الأشعة لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق. كان أزارو قد غادر مباراة الأهلي أمام بتروجيت في الدقيقة 13 من الشوط الأول للإصابة، وحل زميله مروان محسن بديلا له. قال طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني لديه الثقة الكاملة في قدرات شريف إكرامي، وأنه عندما أتيحت له الفرصة للمشاركة أمس أمام بتروجيت قدم مباراة جيدة وظهر في حالة تركيز شديد. وأكد سليمان أن إكرامي له تاريخ كبير مع الفريق، وسبق له الفوز مع الفريق بخمس بطولات قارية، ولهذا لا يختلف أحد على أنه حارس كبير ويعد واحدا من اللاعبين أصحاب الخبرات. وشدد سليمان على أن المنافسة بين الحراس الثلاثة إكرامي والشناوي وعلي لطفي تصب في مصلحة الأهلي بالمقام الأول، وأنهم حصلوا على فرصة هذا الموسم من خلال التواجد في تشكيل الفريق وقدموا أداء قويا. شنطة الاجوان وكأنه كلمة السر. وليد سليمان، وليد سليمان على طريق كريستيانو،
وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. تعرض وليد سليمان لاعب النادي الأهلي لإصابة بكدمة قوية وجرح في الساق اليمنى أثناء لقاء بتروجيت أمس في الدوري العام، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج استشفائي وفحص طبي على ينتظم في التدريبات الجماعية بدءا من غد الثلاثاء. وأكد طبيب الفريق أن سليمان جاهز لمباراة الزمالك والمحددة لها يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الممتاز. ولمتابعة أخبار تدريب فريق الأهلي ينضم إلينا على الهواء مباشرة أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بيك، وفي البداية عايزين نطمن منك عن حالة عدد من اللاعبين، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة هامة جدا أمام فريق نادي الزمالك، وبالطبع نريد أن نطمئن منك على الحالة أو الموقف الأخير لعلي معلول ووليد أزارو ومدى لحقهم بمباراة الزمالك والمباراة الأهم بعدها الأسيوطي والترجي التونسي. تحياتي ليك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا منذ حوالي ثلث ساعة بالتحديد انتهى مران النادي الأهلي النهاردة عقب الفوز بالأمس على فريق بتروجيت بنتيجة 2-1، واستعدادا للمباراة المهمة جدا أمام فريق نادي الزمالك يوم الخميس القادم. بالتالي استعدادات مهمة، استعدادات قوية من قبل النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين للظهور أو لختام موسم الدوري هذا الموسم طبعا بشكل جيد واستمرارا للأداء الجيد اللي بيأديه النادي الأهلي على مدار موسم كامل، وهو موسم مليء بالأرقام القياسية للفريق. لكن بالتحديد خليني أبتدي معاك يا محمد بالمران النهاردة وشكل المران كان عامل إزاي، واللي تم فيه تقسيم اللاعبين لجزئين، جزء اللي شارك في مران أو في مباراة الأمس بشكل أساسي وده كان ليه بعض التدريبات الاستشفائية لفك العضلات والراحة بالنسبة للاعبين والتجهيز للتدريبات المقبلة، والجزء الآخر كان تدريب جماعي للاعبين اللي ما شاركوش في المباراة بالأمس أو حتى اللي شاركوا لدقائق معدودة مع نهاية الشوط الثاني. بالتالي كان لهم بعض التدريبات البدنية القوية وأيضا بعض تدريبات الكرة. وكابتن حسام البدري يا محمد خليني أقول لك إن هو ركز على كيفية الاستحواذ على الكرة من خلال شبه تقسيمة من غير أهداف في منتصف الملعب أستاذ ده مختار التتش، وهو ركز فيها كابتن حسام بدري على اهميه الاستحواذ على الكره بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وجميع لاعبي النادي الاهلي ادوها بشكل جيد. مع نهايه المران كان في تقسيمه ادها جميع اللاعبين المتاحين بالنسبه لكابتن حسام البدري وشاركوا بشكل مميز جدا في هذه التقسيمه. وتألق بالمناسبة حسام غالي واللي يمكن النهاردة أعلن اعتزاله، ورغم ذلك الرجل بيتألق في تدريباته وبيأدي التدريبات بشكل جيدة جدا، لسه هو أمامه حتى نهاية الموسم المحلي وبعديها هيكون اعتزل رسميا كابتن حسام الغالي، وأحد طبعا رموز ونجوم النادي الأهلي. لكن نتكلم على الجزئية اللي انت سألتني فيها يا محمد. اتفضل. موقف وليد أزار وموقف علي معلول، خاصة ان مباراة الزمالك ومباراة الترجي الجميع ينتظر هذين المباراتين بشكل كبير جدا، ومدى لحقهم بهذه المباريات خلال الفترة القادمة. تمام، خلينا نبتدي بوليد أزارو. وليد أزارو خلال مباراة الأمس تعرض لشد في العضلة الخلفية، غدا إن شاء الله هيتم تحديد المدة اللي ممكن يغيب من خلالها وليد أزارو. نسبة لحقه بمباراة القمة تكاد تكون صعبة جدا لوليد أزارو، خصوصا إن هو شد في العضلة الخلفية، مش بيبقى الموضوع سهل، لكن بكرة هيبان أكتر، هيتضح الموقف أكتر بالنسبة لوليد أزارو. لكن نسبة عدم لحقه بالمباراة تتخطى 90%، فبالتالي وليد أزارو بنسبة كبيرة جدا هيكون بعيد عن حسابات الكابتن حسام البدري في او على الاقل في مباراة القمة المقبلة. بالنسبة لعلي معلول وده الخبر السار والمهم جدا، وهو مشاركته في التدريبات الجماعية النهاردة بشكل جيد جدا يا محمد، وادى التدريبات بشكل قوي، واضح ان هو جاهز وشفي تماما من الاصابة اللي كان تعرض لها مع المنتخب التونسي في احدى المباريات استعدادا لكأس العالم وبالتحديد امام منتخب كوستاريكا، ويمكن خرج في منتصف الشوط الاول حينها. لكن علي معلول خلاص جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة، حالته البدنية جيدة
جيده، واضح ان هي جيده، لكن ده هيترتب على التدريبات المقبله بالنسبه لفريق النادي الاهلي ومدى جاهزيته بنسبه 100% من الناحيه البدنيه. طبيا علي معلول خلاص اصبح جاهز، لكن بدنيا ده هيكون حسب وجهه نظر المدير الفني الكابتن حسام البدري، لكن بنسبه كبيره تكاد تعدي 90% ان شاء الله علي معلول هيلعب. أمير، هل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري حدد الموقف النهائي الخاص بمباراة القمة ومعسكر مغلق قبل المباراة ب 48 ساعة، ولا عقب المباراة الجهاز الفني فضل أن يكون المعسكر ليلة المباراة بس؟ هيتم تحديد هذا الموقف يا محمد من خلال بعد مران الغد بالتحديد. هو في خيارين زي ما انت بتقول، ممكن يكون معسكر 48 ساعة قبل هذه المباراة، وممكن يكون المعسكر المعتاد وهو عقب او قبل المباراة بيوم مباشرة، يتجه الفريق لاحدى المعسكرات واحدى الفنادق القريبة من استاد القاهرة عشان يستعد لهذه المباراة. لكن الاقرب يا محمد ان مش هيكون في معسكر 48 ساعة، خصوصا ان النادي الاهلي حسم بطولة الدوري من عدة اسابيع سابقة وقبل انتهاء بطولة الدوري بست اسابيع، فبالتالي ده يقلش طبعا من اهميه هذه المباراه، خصوصا مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه، ودايما جميع الجماهير الكره المصريه بتتابع هذه المباراه، والنادي الاهلي طبعا بياخد هذه المباراه بمنتهى الجديه بغض النظر على الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك والنتائج اللي بيمر بيها نادي الزمالك خلال الفترات السابقه، لكن اكيد التركيز هيكون مهم جدا من لاعبي النادي الاهلي. حته المعسكر لسه ما اتحددتش، هتتحدد غدا ان شاء الله. خليني اقول لك بالمناسبه كمان يا محمد، بمناسبه مباراه القمه، يمكن النهارده ما كانش في محاضره لسه من كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري هيبتدي محاضراته الخاصة بمباراة القمة ومواجهة فريق نادي الزمالك من خلال قبل مران الغد بالتحديد، هتبتدي سلسلة المحاضرات المتواصلة واللي بيعتمد عليها الكابتن حسام البدري بشكل كبير جدا قبل هذه المباراة. ده فيما يخص مباراة القمة محمد. خليني أيضا أقول لك إن سعد سمير وصبري رحيل كانوا بيأدوا بعض التدريبات في الجيم، يعني حتى ما عملوش تدريبات الاستشفائية في ملعب مختار تيتش، دخلوا على الجيم مباشرة وعملوا بعض التدريبات الاستشفائية تجنبا طبعا للإجهاد، لكن ده ما يمنعش هم جاهزين ايضا للمرحله المقبله والمباراه المقبله طبعا امام نادي الزمالك، واللي يليها طبعا مباراه يمكن هتكون اكثر اهميه على الواقع، وهي مباراه طبعا الاسيوطي في بطوله كاس مصر، وهي اكيد مباراه اخرى مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي اللي بيسعى من خلال هذا الموسم لتحقيق العديد والعديد من الارقام القياسيه، ويمكن حقق امبارح خلاص جاب 72 جون بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري، ده رقم قياسي قبليه طبعا، وايضا الفوز في 27 مباراه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في رقم اخر وهدف اخر بالنسبه لكابتن حسام البدري يا محمد وبالنسبه للاعبين، وهو طبعا الفوز في خلال المباريات الاخرى المتبقيه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وتخطي رقم 87 كنقاط او اكبر عدد نقاط حصل عليه فريق في موسم واحد، ويمكن كان عدد مباريات اكتر من كده. ان شاء الله النادي الاهلي خلال مباراتين المقبلتين. اتفضل يا محمد لو في استفسار اتفضل معايا. هشام زميلنا ومراسلنا في قناه النادي الاهلي من ملعب التتش، شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي لتخطي مباراه القمه والاقتراب وتصدر البطوله بفارق كبير من النقاط وتحقيق ارقام قياسيه عديده للجهاز الفني تحسب له هو واللاعبين. والى اخبار قطاع الناشئين، حيث قال خالد جدلة مساعد مدير قطاع الناشئين لفرق المسابقات بالنادي الاهلي ان فريق ناشئي كره القدم مواليد 2002 قادر على التتويج بلقب دوري القطاعات هذا الموسم، وكان الفريق قد حقق الفوز على البنك الاهلي امس بنتيجه 7-2 في الجوله 19 من دوري القطاعات. واضاف جدلة ان فريق 2002 يسير على ضرب فريقي 2000 و2001، حيث يضم العديد من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة. وواجه جدلة إشادة خاصة للكابتن تامر حفني المدير الفني لفريق 2002، والذي تمكن رغم توليه المهمة في منتصف الموسم من الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في دوري القطاعات. تلقى النادي الأهلي دعوة للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية للعام الثاني على التوالي التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو في شهر يونيو المقبل. تضم بطولة هذا العام عدد كبير من الناشئين من 220 دولة، ووقع الاختيار على النادي الأهلي عن طريق مشاركة أحد لاعبيه في هذه البطولة.
ولم يتردد النادي الأهلي في قبول الدعوة، وتم ترشيح اللاعب محمد أحمد للمشاركة في البطولة التي تبدأ في العاصمة الروسية موسكو من 8 وحتى 15 من شهر يونيو المقبل. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي نظمها الأهلي على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد أن نجح في الفوز على نظيره الاتحاد الليبي بنتيجة 25-12 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة. في التقرير التالي نتابع تتويج رجال يد الأهلي ببطولة الكؤوس الأفريقية. مبروك لكل جماهير النادي الأهلي والأعضاء النادي الأهلي، مبروك لكل الناس اللي شاركت ونظمت، حقيقة مستوى طيب جدا. مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على البطولة، أعتقد يمكن ده تعويض عن المباراة السوبر الحقيقة اللي خسرناها وإحنا الحقيقة ما كناش يوميها موفقين. النهاردة الفريق بيصالح جمهوره، بيصالح النادي الأهلي، وبيكسب البطوله بتاعت افريقيا، وان شاء الله كده مزيد من البطولات. نشكر مجلس الاداره الاول بقياده كابتن محمود الخطيب على التكليف ان هو ادانا البطولات دي في اول تجربه لينا في المجلس. بشكر طبعا اخويا محمد الجارحي، عمل مجهود عظيم، لجان كلها، كابتن رفعت عبد القادر عمل مجهود اكتر من رائع مع المجموعه كلها، اللجان كلها بتادي تبلى تقريبا شهر ونص او شهر وثلاث اسابيع في بطولات متواصله، والحمد لله النهارده تتويج الاهلي باذن الحمد لله فاز بالبطوله، والتنظيم الحمد لله عدى بشكل رائع. بطوله افريقيا هي بطوله بتخلي الفريق يحجز مكان في السوبر اللي جاي ان شاء الله، زائد ان هو يبقى بطل افريقيا لابطال الكؤوس. دي بالنسبه لجيلي اللي هو بيلعب معايا ده، دي البطوله السادسه الافريقيه، يعني في خلال 4 سنين انا مرات الفريق ده 6 بطولات افريقيه، 2 ابطال دوري، 2 ابطال كاس، 1 سوبر. انا فخور بفريق، اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يتمم علينا ان شاء الله. كابتن عاصم كان بيتكلم ان احنا نستفيد بعامل الجمهور معانا ملعبنا، فاي فرقه بتلعب في النادي هنا بتبقى يعني في خطفه شويه، وده اللي احنا اعتمدنا عليه من اول المباراه. احنا يعني على طول فرقنا على طول، وهو ده يعني هي دي ميزه الجمهور ان احنا نلعب في ملعبنا. الحمد لله ده شرف ليا طبعا ان النادي الاهلي يثق فيا ويديني المسؤوليه الكبيره دي. الحمد لله انا مبسوط جدا ان دي تاني بطوله على التوالي تضاف لتاريخ النادي الاهلي. كان نفسنا نحقق السوبر، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله قدرنا نفرح الجمهور ونفرح مجلس اداره، وان شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي ان شاء الله. والله هي مباراه النهارده صعبه جدا برضو، يعني الناس شايفاها سهله، احنا بنستعد كويس جدا للفرق عشان مش عايزين مفاجآت زي ما سبورتنج خسر من جي اس كي، فاحنا كنا بننزل كل ماتش عشان ما يحصلش مفاجاه، بننزل بنلعب كويس جدا، بنستعد للمباراه كويس جدا، بنتفرج على الفيديوهات، بننزل كل ماتش نلعب جامد، نعمل سكور، نريح بقيه الماتش. والله طبعا انا زي ما قلت لك قبل كده، هي مباراه النهائي بتبقى مباراه مختلفه، بيبقى ليها طابع خاص مختلف. هم بيلعبوا نهائي مش خسرانين حاجه، عايزين ياخدوا اول، واحنا كمان عايزين ناخد اول، بس طبعا الجماهير معانا فرقت جدا جدا. اداء اللعيبه في اول الماتش كان كويس جدا، خلانا ان احنا ناخد الليد في الماتش الحمد لله. يعني احنا الفرقه دي اللي احنا لعبناها في دور المجموعه، ف هي الفكره اللي انت يعني احنا بنتعامل مع كل المباريات زي بعض، يعني اقوى مباراه زي اضعف مباراه بالنسبه لنا. احنا بنتفرج على الفرقه دي يعني على اي فرقه وبندرسها كويس وبنشوف نقط القوه وبنلعب عليها وبنوقفها بقدر الامكان يعني، وربنا طبعا بيوفق، ونقط الضعف بنحاول نستغلها اذا كان في الهجوم او في الدفاع يعني. بس فالحمد لله يعني احنا قدرنا من اول الشوط كنا مركزين جدا ان احنا نفرق في الشوط الاولاني، والحمد لله قدرنا يعني نمشي السيناريو زي ما احنا عايزين، والحمد لله ربنا وفق الحمد لله. المباراه بتاعت السوبر خسرناها على تفاصيل صغيره، مش اداء فني سيء طول المباراه مثلا، او دفاع وحش او هجوم وحش، لكن هي تفاصيل صغيره جدا حصلت في دقيقه او دقيقه ونص هي اللي حصلت الدروب، فده الحمد لله قدرنا نخرج منه بسرعه، والحمد لله لمينا بعض لمه كويسه، وربنا كلل مجهودنا الحمد لله، وبطوله زي دي وان شاء الله يكلل مجهودنا في البطولتين الجايين ان شاء الله. ان شاء الله فريق مركز تركيز تام، ان احنا الجماهير اللي كانت موجوده دي من يعني نحاول مقدم كان اللي احنا ما نزعلهاش على قد ما نقدر، والحمد لله ان هم طالعين مبسوطين واحنا شايفين حاجه زي دي، والحمد لله ربنا
خلى تعبنا ما يروحش هدر. الحمد لله كسبنا، فرحنا الناس، مجلس إدارة في ظهرنا، ان شاء الله نقدر نفرح الجمهور اكتر واكتر ان شاء الله. قال طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إن إبراهيم الجمال لاعب الفريق قام بتجديد عقده مع النادي لمدة 4 مواسم. وأوضح خيري أن التجديد لجمال جاء في إطار الحرص على استمرار اللاعبين أصحاب الخبرات في الفريق وفي ظل السعي نحو المنافسة على كل البطولات في الموسم القادم. كان مصطفى الشافعي ومؤمن أبو العينين لاعب الفريق قد قام بالتجديد نفس المدة وفي وقت سابق، فيما يسعى الجهاز الفني لدعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات التي يشارك بها الفريق لاحقاً.